مشاهدي الكرام السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج الطريق الى المجلس. ضيفي لهذه الحلقه الاستاذ عمار الثامر المشهداني، المرشح عن تحالف تقدم انتخابات مجلس محافظه نينوى. مرحبا بك استاذ عمار. مرحبا بك صديقي استاذ عبد الناصر، مشاهدين قناه الموصليه الاعزاء. طيب ضيف عزيز على شاشه الموصليه، منورنا اليوم بالتراكسود الجميل. الله يعزك ويحفظك استاذ عمار. ارجو ان تعرف نفسك، تسلسلك، رقم القائمه، سيرتك الذاتيه، ولماذا اخترت يعني قائمه تحالف تقدم من دون غيرها من القوائم؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. عمار ثامر الأسوم المشهداني، تولد مدينة الموصل المنطقة القديمة 1975، حاليا رئيس نادي نينوى الرياضي، أحمل شهادة الماجستير في التربية الرياضية، أعمل بالجانب الإغاثي، مدرب ولاعب سابق في هذه المحافظة الكريمة. رقم القائمة والتسلسل. القائمة تحالف تقدم 227، تسلسل 9، عن محافظة نينوى ومدينة الموصل. تعرفون هسه دائرة واحدة، يحق لأي شخص يرشح في أي مكان عمار، إن كان داخل وخارج المدينة. طيب ليش اخترت قائمة تحالف تقدم من دون غيرها من القوائم الأخرى؟ طبعا قائمة تقدم كما تعلمون بالانتخابات السابقة وهذه الانتخابات لديها ثقل سياسي بالعراق. أنت من تختار القائمة أكثر الجمهور يراسلني يقول لي أنت الانتخابات السابقة كنت مرشح مستقل وتدافع عن هذه الكلمة مستقل، ولكن أكثر الجمهور لا يعلمون بأن قانون الانتخابات الحالي لا يسمح أن يكون أي شخص يدخل مستقل إلا من ضمن تحالف أو قائمة. فمن شاهدة تقدم هي أكثر قائمة لديها نواب، لديها ثقل سياسي، لديها وزراء، لديها تمثيل بالحكومة العراقية. كما تعلم أنت من تمثل هذه المحافظة أو المدينة يجب أن تختار قائمة لديها ثقل سياسي. تقصد قائمة مؤثرة. مؤثرة حتى يكون لديك قوة في بغداد لجلب حقوق أهلك، لجلب حقوق هذه المحافظة وهذه المدينة الجريحة. طيب اليوم يعني كيف تقرأ الخارطة السياسية؟ كتل الأحزاب يعني تقريبا 20 حزب أو كتلة، 628 مرشح، كيف تقرأ هذا الانتخابات مجلس المحافظة اليوم؟ القراءة حاليا الجميع يحاول أن يدلو بدلوه، يعني أن يكون هو يعني المتصدي للحقوق أو جلب الحقوق، ولكن هذه الشعارات أعتقد هو المواطن من يقررها. لماذا؟ لأن هسه كثير من القوائم نزلت في محافظة نينوى ومدينة الموصل. اكو قوائم تقول نطرد الغرباء، اكو قوائم تقول لاهلها، اكو نحن امه كحزبنا، كل واحد عنده شعار خاص به يحتفظ بشعاراته، ولكن نحن نتكلم بشكل عام. القوائم هناك من القوائم من نزلت بالانتخابات السابقه وبهذه الانتخابات. شوف مباشره بعد الانتخابات حتى الشعارات تذهب تروح. ليش؟ القائمه اذا ما عندها ثقل أو قاعدة جماهيرية أو أعمال على الأرض صعبة طبعا. يعني أنا يعني من اخترت تقدم بعد تحرير محافظاتنا كان لها تأثير مناطقنا الغربية من خلال جلب الأموال، من خلال المشاريع، من خلال التمثيل الحقيقي بالحكومة المركزية والمحلية. يعني كثير ترى من المسؤولين في محافظة نينوى هم كانوا بتقدم، كانوا أموال مجمدة يعني. يعني هم كانوا بتقدم في طي النسيان وما قدروا يجلبون أي. يعني إحنا تكلمنا بحلقات سابقة، إحنا عندنا 5 سنوات كان عندنا مليارات في بغداد ما قدرنا نجيبها. لو ما كان عندنا تمثيل حقيقي في بغداد كان عندنا السيد محمد الحلبوسي، كان له ثقله، له وزنه، لحد أنه له وزنه وثقله، ما كان قدرنا نجيب هاي الأموال. يعني أكثر الناس في محافظة نينوى يخفى عنهم أمور كثيرة. كثير من تعرف التلفاز، مواقع التواصل، هناك كثير من الناس صاروا أبطال، صاروا هم المتصدين يعني لهذه الأمور، ولكن خلينا نحكي بكل صراحة التقدم كان لها الدور الكبير بجلب الأموال في محافظة نينوى.
شلون توزعت، شلون صارت، شلون تقسمت الأموال على المشاريع، من ندخل بهذه الأمور. نحن عم نحكي على الأمور الاستراتيجية اللي تخدم البلد. فأنت سألتني تقدم لحد الآن هو ثقل، هو اسم سيد الرئيس، تمام، هو حاليا خارج مجلس النواب ولكن ثقله السياسي يبقى بالبلد. طيب تتوقع يحدث تغيير في هذه الانتخابات في ظل وجود هذه الكتل، هذه الأحزاب، أكثر يعني 628 مرشح، ممكن يحدث تغيير إذا استطاع الناخب أن يختار شخصيات مؤثرة أمينة مخلصة والكل يعني بالتأكيد أولاد عوائل كريمة ومحترمين؟ طبعا جميع القوائم وجميع المرشحين لهم احترامهم وتقديرهم لدينا، ولكن الشارع في محافظة نينوى ومدينة الموصل كما تعلم كل انتخابات يدخلون كميات كبيرة من المرشحين. يعني احنا دخلنا بمعتركات قبله وكان لدينا حظوظ للفوز، فجمهور الموصلي أو جمهور بشكل عام النينوي في محافظة نينوى أعتقد من كل هاي الشخصيات سوف يكون القرار على 19 رجل وسبعة أو ثمانية كوتا والباقي كوتا النسوية. فكل شخص لديه ثقل ولديه عمل ولديه حظوظ في هذه المحافظة يعتمد على وزنه، على اسمه، على تاريخه بالبلد، على تاريخه بالمحافظة، على إنجازاته مع المواطن. يعني أنت من تدخل أي انتخابات، وأنا دائما أتكلمها بالموصلية وبالشاشات الأخرى، نقول لا نضحك فقط على العشيرة، العشيرة ضرورة، العشيرة ثقل، العشيرة سند، ولكن أني إن كان شخص بعشيرتي ما مؤثر أو صوتي يروح اللوة أو هو ما لديه له حظوظ بالفوز، هذا صوتي محروق من يروح اللوة. ولكن بمحافظة نينوى ومدينة الموصل كثير من المرشحين ما فقط عمار لديهم ثقل، لديهم أعمال. أنا ما معقولة مثلا شخص يجي يرشح بس يقول أنا مرشح انتهت لأن هذا من عشيرتي أنتخبه، لا، هذا ايش قدم للبلد خلال السنوات الراحت، ايش قدم للمجتمع، سمعته في داخل محافظة نينوى، تاريخ أهله. تعرف أنت غدا من ترشح ما يصير أنت ترشح شخص فقط هذا من قرابتي، لا، الله سبحانه وتعالى يحاسبنا، لأن احنا العلماء تكلموا العلماء تكلموا بالخطبة الأخيرة، كان خطبتهم قبلها على بيع بطاقة الناخب، هاي الخطبة على الأمانة بأن أن تختارون الشخص اللي هو تاريخ اللي معروف في المجتمع، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسب كل شخص يعطي صوته على مدة 50 أو 100 ألف دينار. طيب راح يتعاطف الناس مع الوجوه الشبابية الجديدة لو راح يعني نفس الوجوه تتكرر اللي رشحت في انتخابات مجالس المحافظة السابقة وكان لها يعني دور في المجلس، تعاطفون مع الشباب؟ طبعا هاي سؤال مهم جدا. يعني نحن إذا أنت كنت في أي مكان بالبلد وكان عمرك يعبر يتجاوز الحد المحدد يمكن 63 التقاعد ما صحيح بدوائر الدولة، ليش حددوا 63؟ حتى العطاء يقل مع الإنسان يقعد يلقي له شغلة أخرى. نحن من نصدى للمسؤولية والجمهور يضحك عليك، أنت عندك طاقة شبابية وتقدر تتحرك وتجي وتجلب حقوق أهلك، لأن المسؤولية يراد لها حركة، يراد لها ذهاب إلى بغداد، يراد لها حركة داخل المدينة، داخل المناطق. تعرف هذا الشاب من يكون متواصل بتماس مع المواطن ومتفاعل مع الكبير والصغير يقدر ينطيك هذا. يعني دائما أنا أتكلم أقول نحن من نطلع نفتر من الجو المحافظة 12 إلى 15 ساعة، هذا يرى لك طاقة، ولكن الرجل الكبير أم البركة بالكبار طبعا، ولكن عطاؤه يقل. فأنا أعتقد أسا توجه المحافظة البركة بالشباب ونعم منك سعد الناصر ومن كل اللي يسمعونا كبار السن اللي هم بركتنا، المحافظة أعتقد يعني أسا توجهها أكثر على الشباب. ليش؟ لأن يريدون مجلس شبابي يخدمهم، يكون بتماس مع احتياجات المواطن، بتماس مع معاناة المواطن، بتماس مع منو؟ بتماس يقدر يعني يصلك في أي لحظة. يعني ستجيك مناشدات، يعني 24 ساعة تجيني مناشدات على الفيس. قبل أيام من غرقة الموصل، غرقة الموصل أشوف من من هاي المناطق اللي القديمة مع الأسف، يعني العقيدات مع قيدات قاموا يراسلوني قبل، من القوصيات من غير مناطق قاموا يراسلوني، فتلقيني أتحرك بسريع بهاي المناطق، قمت أخبر الدفاع المدني ويشهدوني يمكن وسائل التواصل. فهي يرد لك حركة شبابية، ما يرد لك أنت صعبة من تقعد أنت رجل كبير
وتجي تجيب حقوق اهلك وين؟ انت حقك ما جايبه. نعم. تجيب حقوق اهلك شلون تجيبهم؟ انت يراد لك حركه. فنحن اعتقد توجه محافظه نينوى وتوجه مدينه الموصل على الشباب ان شاء الله. طيب استاذ عمار، مو لازم المرشح اليوم اللي يرشح نفسه لانتخابات مجلس محافظه لازم يعني عنده خلفيه عن المنطقه، عن مدينه الموصل ماذا تحتاج، المواطن ماذا يحتاج، شو يريد الناخب اليوم من بعد هذه التجارب، يعني انتخابات مجلس نواب، انتخابات مجلس محافظه، شخصيات تفوز لكن يكون شويه عطاها اقل مما كان يتوقع المواطن. يعني لازم المرشح اليوم يدرس احتياجات المحافظه، المدينه، الناس تحتاج شنو، متطلبات الناس. يعني انت معي بهذا الراي ام لك؟ نعم. راي اخر. هو الانتخابات شنو هي؟ الانتخابات لتغيير واقع حال المحافظه والمدينه. فالمواطن من يروح تمثيل حقيقي، من يروح ينطي صوته. نعم. من ينطي صوته هو يريد يغير، يريد يغير واقع الحال، يغير يعني واقع الحال المعيشة اللي هو عايش يومية. يعني ترى أكثر الناس ترى أخوان يعني عندهم عزوف عن الانتخابات. ليش؟ يقول لك أني من أنطي صوتي العمار أو غير عمار، هذا إيش يخدم لي؟ إيش يغير لي؟ أكو معاناة بالمحافظة، أكو معاناة بالمدينة، أكو معاناة بدوائر الدولة، أكو معاناة بالروتين القاتل للمحافظة. يعني أسا نحن في محافظة نينوى هناك دوائر كثيرة، المواطن لحد الان ما اشوف تغيير من قبل 2014 وبعد 2014. يعني هاي خاصة هاي الموحدة او الجواز او التقاعد او الرعاية الاجتماعية او هاي الامور الاخرى الروتينية اللي يعيش المواطن، يريد يعني هاي بطاقة الغاز يومية، يعني يريد يغير واقع الحال. بيش يغيروه؟ يغيروا، يريد ممثلين حقيقيين. هذول الممثلين حتى يغيرون واقع حال هذه المحافظة لازم مجلس محافظة قوي، قوي مؤثر. عنده صوت مؤثر. لا. لديه رؤية حقيقية مستقبلية. أنا ما أجي على واحد شخص، يعني كثير أسكوا من المسؤولين دائما أنا أتكلم، الناس انتطم أصواتهم، ما كان طلع لا بتلفزيون، لا طلع بمواقع تواصل، لا طلع أتكلم، لا طلع بمحاورة، لا طلع بنقاش. كثير هسه ناس يطلعون، انا دائما اقول لهم اخوان انت من تنطي صوتك شنو الصوت؟ صوت حتى اكو صوت قوي مدوي دائما يتكلم، دائما يداعي بحقوق اهله، دائما يداعي بحقوق اهله بمدينته. بس انا من انطي صوت ياسر عبد الناصر الشخص قاعد ما يتكلم ابد وقاعد فقط في مكتبه، يعني هذا شلون يجيب حقوق اهله؟ وخلي ببالك شغله، انت داخل مجلس المحافظه او داخل حتى مجلس النواب، إذا ما تستطيع أن تحاور أو تتكلم، شلون أنت تجيب هذه المعطيات؟ أنت بس هذا العفو أستاذ عمار، يعني بعد هذه الظروف اللي صارت في المدينة، يعني الناس تحتاج إلى عضو مجلس محافظة ميداني، عضو طيب. مجلس نواب ميداني. نعم. أنا مو بس أجي أقعد بالمكتب وانتظر الناس تجيني، لازم أنا أنزل على الشارع أشوف معاناة الناس وأحاول أنه يعني أوصلها إلى زملائي بالمجلس ونتخذ قرار في معالجة الكثير من المشاكل. ما احنا طرقنا المعاناه بيش تجي؟ تجي بامور جوانب تشريعيه داخل مجلس المحافظه. انت الجوانب التشريعيه عندك كتل سياسيه، نحن شئنا او ابينا هي محاصصه. لا. محاصصه داخل المجلس. هذا واقع صار. هاي المحاصصه من انت قاعد صامت وما تتكلم كش وما تقدر تحاور، انت شلون تجيب حق اهلك؟ ما تجيب حق اهلك، مستحيل. قبل ايام احد الزعامات في محافظه نينوى من طلع قال عمار يعادل 4 أو 5 أعضاء مجلس، ما قال عن فراغ، قال من عمار يطلع يتكلم 24 ساعة، أنا أطلع مباشر بالفيس، أطلع مباشر بصفحات، أطلع مباشر بالقنوات الفضائية. ليش؟ لأن أنت داخل مجلس المحافظة هناك أمور تشريعية، تعرف هناك كتل سياسية هي تيجي تجيب الحقوق أهله، ما تيجي تجيب حقوق حقنا. نحن إذا ما أقدر أحاوره، ما أقدر أناقشه، ما أقدر أقنع المقابيل حولي الكتل مال كتلتي حن نجيب حقوق أهلنا، ما نقدر. فأنت قلت ونحن نعيده، أهل محافظة نينوى ومدينة الموصل بالأخص يجب أن يختارون من يمثلهم بصورة حقيقية ويدعون بحقوق أهلهم ويتكلمون دائما بالإعلام حتى يستطيعون أن يوصلوا معاناة أهلهم. طيب دخلت انتخابات سابقة حصلت على 5000 صوت. نعم. عندك جمهور كان رياضي وغير رياضي. نعم. وهذا يعني بالتأكيد يبقى سند لكل مرشح، لكل إنسان بالمحافظة. هذا الجمهور بقى نفس العدد أم زاد؟ يعني تفاعلت معاك الناس؟ شو يحتاج الواقع الرياضي اليوم اللي يعني حضرتك يعني من مؤثرين بهذا المشهد؟ طبعا من الجوانب الكثيرة من برنامجنا الانتخابي هو جزء منه جانب رياضي، كوني رئيس نادي.
تعرف أنت الانتخابات الراحت أكثر أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل بجانب الأيمن أعطتني أصواتهم، يعني ما يقارب 5000 صوت حصلت، وهذا الجمهور زاد ليش؟ لأن بقيت متفاعل معهم، ما تركتوهم أبداً، يعني أكثر المواطنين خلصت الانتخابات أنا بقيت متواصل معهم معاناتهم، فأعتقد جمهوري زاد ليش؟ يعني صارت دائرة واحدة أسا داخل وخارج محافظة نينوى، لدينا حظوظ كبيرة جداً، يعني اللي ينطي صوته العمار ما يروح، مرات تعطي صوتك الشخص ضعيف يروح هذا الصوت. البرنامج الرياضي برنامج مهم جداً، يعني تعرفون أنتم شريحة الرياضة والرياضيين هي أكبر شريحة في محافظة نينوى، شريحة ما فقط رياضية، أكو أمور أخرى كثيرة اجتماعية، أهل محافظة نينوى ومدينة الموصل مع الأسف مهمشين هاي الشريحة، ولكن أنا شريحتي الشبابية ودائماً أنا أتكلم شريحة الشباب، نحن عندنا منشآت رياضية كبيرة ودائماً نداعي، وقبل سنة طلعنا أنا وأنت ببرنامج سألتني والسؤال ببالي، قلت طلع أحد المسؤولين وعد أن يعمر ملعب الكذا، وعد أن كذا، قلت لك كله هواء في شبك، تذكر الحلقة أخوان، إذا ما يكون من شريحة الرياضيين هو ممثل حقيقي داخل هذا الجانب هو مجلس المحافظة، يعني أنا أتكلم اليوم على الأندية، المفروض مو بس مجلس المحافظة، المفروض من زمان عندكم ممثل في مجلس النواب بالضبط، حتى ما توحدوا الرياضيين، لو توحدوا الرياضيين عمار قاب قوسين أو أدنى، يعني وصل المجلس على المدى 100-200 صوت ما يصل، هسه عندنا الحمد لله كتلة تقدر تدافع عن أصواتك، تقدر تحافظ عليها في بغداد ما تروح، أنا أمن جمهوري بأن أصوات ما تقدر تروح، فنرجع نحن المنشآت الرياضية هذه نحن عندنا 4-5 جوان نتكلم عليها وتعطيني مجال هذا. تساؤل إذا سمحت سيد عمار عذرا نقاطعك. يعني تلتقي بالرياضيين يقول لك والله لا عندي ملعب، لا عندي يعني قاعة الشهيد أمجد نوري مهملة، ملعب الإدارة المحلية مهمل، ملعب الأولمبي يعني يقول لك أنا ما عندي، ألعب بالساحات الفرق الشعبية. أريد ألعب كرة السلة حتى أندية متعبة. يعني ليش هذا الإهمال؟ لماذا؟ لأن لا يوجد تمثيل حقيقي. بالمسؤوليه هسه بالمحافظه ماكو شخص رياضي يداعي لك، يعني نحن دائما نتكلم ونقول اكو 5% تقدر من تنميه الاقاليم، تقدر من 10 الى 15% من تنميه الاقاليم، يعني توجد يعني من 10 الى 15 الى 20 مليار اذا ما اكثر، هذه اذا تتوظف فعلا للمنشات الرياضيه بصوره حقيقيه، تبني ملعب اداره محليه، تسرع انجاز ملعب نينوى الدولي، تعمل قاعات داخل المناطق، خطتنا داخل يعني برنامج الانتخابي، نحن داخل محافظة نينوى والداخل والخارج. وين يوصل البرنامج الانتخابي؟ طبعا داخل وخارج المدينة حتى أكون أمين، لأن أنا خارج المدينة عندي جمهور واسع بالأقضية والنواحي. كل منطقة يوجد رياضيين كثيرين وجوانب كثيرة من الألعاب ما فقط كرة القدم أو الطائرة. نحن خطتنا أن يكون هناك تقسيم حقيقي للمبالغ لهذه المناطق اللي داخل وخارج المدينة حتى يكون عندنا لدينا ملعب. على الأقل ملعب شعبي نظامي، ملعب كرة طائرة، ملعب سلة، ملعب ساحة وميدان، يعني ساحة وميدان عندنا كثير ألعاب القوى نحن، فنحن برنامجنا الانتخابي هذه المبالغ يجب أن توظف بصورة حقيقية وتقسم وما يروح مني دينار واحد. الأندية حتى نجي على الأندية والاتحادات، لأن نحن مجالنا رياضي، الأندية لدينا نحن تكلمنا عدة مرات، عندنا أكثر من 100 مليون داخل مجلس المحافظة أو داخل محافظة نينوى ومجلس ما موجود لحد الان، هاي بس وعدونا بيها ما انطوها للانديه. انتم الانديه اذا ما تتوحدون ويكون عمار ممثلكم حتى يداعي لكم، شلون تجلبون حقوق اهلكم؟ الاتحادات الرياضه كذلك، رياضه المراه، المعاقين، الفرق الشعبيه، فرق الشعبيه هاي من اهم الرياضه في داخل وخارج المدينه. الف فريق شعبي عندنا الف. هذول وين رايحين خطير؟ يعني يا استاذ عمار انت تحكي بحرقه والم، يعني اقضيه نادي القاسم قضاء او ناحيه يلعب دوري المحترفين، نعم ما عندنا هذه نينوى العظيمه، التاريخ الكبير، انجازات رياضيه، رفضت المنتخبات الوطنيه بلاعبين كل الالعاب، نعم معقوله ماكو نادي يمثل نينوى بدوري كره القدم، كره السله، بالطائره، يعني كثير كثير مجالات. هاي ما بس وصل المسؤول، هاي وصل الرياضيين. ليش؟ لان الرياضي ما توحدوا، الرياضيين هسه احنا كنادي نينوى الرياضي الباحة حققنا إنجاز على مستوى العراق، إنجاز يحسب لنادي نينوى ولرياضة نينوى، يحسب لنينوى نعم، يعني نحن الباحة من أول مرة ندخل نصعد إلى دوري الممتاز لكرة الطائرة، وأول مرة بتاريخ مدينة الموصل وليس محافظة نينوى، لأن عندنا نحن سنجار وقرى قوش لهم احترامهم وتقديرهم لنا، نصعد للدوري الممتاز وندخل من أول معترك
نصعد نحن من ضمن أول ثمانية أندية على مستوى العراق ونصعد دوري النخبة الباحة. يعني الباحة يعني بارك لجمهور محافظة نينوى والرياضيين بشكل عام. وإحنا الباحة صعدنا دوري النخبة لكرة الطائرة، وبارك للكادر التدريبي، وبارك للإدارة، وبارك ألف مبارك كل الرياضي في محافظة نينوى. يعني هذا أكو تخطيط حقيقي. وأنت عندك بنى تحتية أستاذ عمار. ما نحن الباقي ما عدها. ما نحن عم نتكلم، نحن من نخطط على مستوى على مستوى نادي نينوى. غدا عمار ثامر من يصعد ما يمثل نادي نينوى، غدا يمثل كل شريحة المجتمع، كل شريحة الرياضيين. فيا رياضيين أنتم من غدا تنطون صوتكم العمار، تنطون صوتكم عمار حتى يخطط أن يجلب حقوقكم، حتى نرتقي إلى رياضة نينوى ونرجع نادي الموصل، نادي الفتوة، نادي العمال، الأندية الأخرى الكبيرة اللي مثلت هذه المحافظة وهذه المدينة بالإنجازات الرياضية. أستاذ عمار أستأذنك بفاصل بعدها نكمل الحوار. هذا كلام فاصل قصير ثم نعود. هذا كلام على منكم جديد. استاذ عمار رح بيك مره اخرى في الطريق الى المجلس. استاذ عمار شو تشوف حظوظك كمنافسين؟ شوف عندك حظوظ في الفوز في هذه الانتخابات؟ انت جربت مجلس النواب اكثر من مره. والله هي الجمهور هو يقرر، ما اني اقرر. بيد الناخب. بيد الناخب طبعا، وبيد ثلاثه كل ناخب وكل مرشح يعرف ما قدم. يعني نحن الفضل لله تعالى جمهورنا ثابت. يعني يمكن أنا أول مرة أتكلمها بالإعلام. جمهوري يختلف عن كل المرشحين. بيش يختلف؟ يعني قبل أيام مثلا كثير من الأخوان يرسلوا لي مقطع فيديو مفبرك من أحد الكتل السياسية الأخرى، مفبركين فيديو عمار كذا، عمار رايح على كذا حزب، عمار كذا بصمات صوتية. يقول لهم جمهوري ايش يردون عليهم؟ يقولون إحنا لو ايش تنزلوا على حج عمار ما صدقكم، لأنه نعرف العمار، نعرف تاريخ عمار. فجمهوري ثابت استاذ عبد الناصر، والدليل الانتخابات الاولى الجمهوري بالثانيه زاد ما قل. وبهاي انا اوعدك ايش قد جبت بهذيك الانتخابات؟ اجيب اربعه مقده ما شاء الله، ونلتقي انا وانت بعد البرنامج. ليش؟ لان انا اعرف ما مدى تواصلي وما مدى عملي وما مدى جهدي وما مدى تواصل ومحبه الناس بيا. انت اكو فرق من تجي على جمهور مصطنع، جمهور يجيبوه 50,000. يعني انا مؤتمر انتخابي عملته بالمطر حضروا بيه 5,000 شخص. نعم. ومطر طلع دكتور مزاحم قال أول مرة أنا أشوف جمهور حقيقي. لأن مطر يعني أنا ما جبت باصات ب 50,000 جماعات، قلت لهم تعالوا امسكوا 50,000 تعالوا سيروا معايا. ولا رحت على المناطق جمعتوا لي جمهور مزيف، أنا جمهوري حقيقي من رجالات الزمن الجميل. شكيه بكل صراحة. لأن أنا أكو قامات كبيرة في محافظة نينوى تروح على الانتخابات الخاطر عمار. نعم. تروح على الانتخابات الخاصه تدعم شخص اسمه عمار ثامر. والله العظيم اذا ماكو عمار ما يروحون على الانتخابات. خذ كلام مني، وهذول باقين معي هاي 3 دورات، هاي الدوره الثالثه. يعني ما عافوني ولا تركوني ابدا. ليش؟ لان ظليت متواصل معاهم. خسرت بالانتخابات وراسي مرفوع وجبت ما يقارب 5,000 صوت، وثاني واني نزلت بالشارع ما قفلت مكتبي. انا مكتبي في منطقه الغابات بنادي نينوى الرياضي 20 سنه ما تركته ابد. تليفوني مفتوح 24 ساعة أبد ما أغلقه، يمكن بس من أنا مغلق تليفوني. فجمهوري ثابت أستاذ عبد الناصر، وأني متأكد والله سبحانه وتعالى هو الموفق، لأن هو كله توفيق. نحن متوكلين على الله فقط، ما عندنا غير الله. ومن ثم جمهورنا الأصيل اللي هو ساندنا. جمهورنا اللي يريد أشنو؟ يريد أحد شخص حقيقي يمثله. وأني ما جاي من بعيد، أنا ابن مدينتهم، أنا أبويا تاجر، ثامر السومة معروف في بالدواسة، والدي على الاقل يعني راسي مرفوع. حق والدي توفى صايم، يعني من تقول لي توفى صايم من تجار صادقين، ما من التجار اللي ظهروا بعدين. ونحن كنا في محافظه نينوى قبل 2003 ترى كانوا كل 10 تجار في مدينه الموصل معروفين. والدي الحمد لله من ضمنهم، وكل الاهل الموصل يعرفوه. فاني من ادعو جمهوري، ما ادعو جمهور مزيف، جمهور ما حقيقي. اني الفضل لله تعالى اكثر اصدقاء والدي راسلوني اسه يقول لي حج عمار نحن الخاطر والدك والخاطر تاريخ عائلتك والخاطر تاريخكم كلتنا معك سانديك. ما ناس عانديين سانديني، ناس كبار سانديني، ناس من رجالات الزمن الجميل. طيب يعني خروج السيد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب راح يأثر على
لتحالف تقدم في هذه الانتخابات برأيك؟ طبعا أجاوبك جواب يمكن تستغرب منه أنت. السيد الحلبوسي تعرفوا له ثقله ولو جمهوره، عنده جمهور ملتف حوله لا آني ولا غيري يغيره. وقبل أيام من نزل بالشارع وشفت أنت راح على ديالة، راح على رمادي، وجاء على الأنبار العفو، كل الأقضية والنواحي من الأنبار شو شالوه، وجاي هو بعد أيام إن شاء الله المحافظة نينوى، جمهوره ثابت ما عمر يغيره. ولكن كمرشحين أتكلم لك، من كان رئيس مجلس النواب تعرف كان مشاغله كثيرة، وأسه ملتف حولنا أكثر من قبل، وساندنا أكثر من قبل، ومتفرغ معانا تفرغ كامل، وهو ما يتغير. ليش؟ يعني هو دائما الناس يخبروني يقولون السيد الحلبوسي خروجه أثر عليكم، أنا أوجه جمهوري أسه كثير من القامات، أسه القيادات موجودين، السيد مسعود البرزاني، السيد خميس الخنجر، السيد أسامة النجيفي، كلهم ما عندهم منصب الدولة، ولكن عندهم أحزاب، عندهم تأثير. فهو بقى رئيس حزب تقدم في العراق، ما يأثر كل شيء. بالعكس أنا أقول للجمهوري في محافظة نينوى كثير اتصلوا بي بهذا السؤال، ما يأثر أبدا، بالعكس هو متواصل معنا وقريب علينا، وإن كان هو في مجلس النواب له احترام وتقديره، وإن كان خارج مجلس النواب له احترام وتقديره، لأن يعني عنده دور كبير في إعادة مناطقنا الغربية إلى ما نحن لسه موجودين عليه. أستاذ عمار، يعني أنت مرشح لمجلس محافظة نينوى، كيف تقنع الناخب أنه يعني يتفاعل معك ينتخب عمار ثامر في هذه الانتخابات؟ بالتأكيد كل مرشح عنده حملة انتخابية، كيف تقود هذه الحملة أنت ومن معك حتى تقنعون الناخب؟ طبعا الناخب تعرف انت أساني اقل مرشح عندي صور بالشارع، أساني في محافظة نينوى ما غطيت 10%، وخارج مدينة الموصل لحد الان ما مخلي ولا صورة. احتمال هاي كثرة الصور الحالة صحية؟ لا ما صحية. ليش؟ لان انت أسا علق لك مليون صورة والناس هي ما مقتنعة بيك ما تنتخبك. اني اقل واحد علق الصور قررت هاي الانتخابات. ليش؟ والله لو ما على مود التسلسل هم ما علق، انا مقرر على اساس ما علق ولا صوره، بس على مود التسلسل الناس تعرفه. لان انا جمهوري ثابت، جمهوري بالبيوت، جمهوري داخل البيت، جاي متوجه على عمار. اي غدا لو ينزل 100 مرشح ما رايحين مع عمار، فشلون اقنعوه؟ انت خلي ببالك شغله واحده، نحن في محافظتنا ومدينه الموصل صعبين جدا، صعبين ترى، صعب الصوت يطلع. يعني كثير ناس هسه ترى يجون يشتروا ب 50,000 و100,000 والله ما ينطوهم صوتهم. وانطيك دليل، كثير ناس الساعة ياخذون 50 و100,000 وما ينتخبون هذا الشخص الفاسد. يعني انا انقهر من ايش؟ انقهر من اكو جهات هسه بمحافظة نينوى ما اريد اسميها بالاسم حتى لا تصير علي محاكم وقضايا وكذا، لان الجماعة ما يلحقون يعملون علي شكاوي، تعرف انت. جاينا سفارضين على منتسبين، نجيب 10 بطايق، نجيب 5 بطايق، ليش؟ يعني هي حالة صحية؟ ترى حتى لو جاب لك 10 بطايق وجاب لك 5، ترى يفوت ينتخب بوحده هو. واني أأمن هاي امانه برقبتك انت اللي اخذ منك بطايق المنتسب، أأمنك قدام الله سبحانه وتعالى تنتخبه، لان هذا من جابك غصب واخذ منك بطاقه غصب، ترى هذا حرام عليك انت تنتخبه. ليش؟ لان ما جاي يخدمك، هذا غدا ترى الله وكيل اول ما يقفل بابه عليك، اول ما يسد بابه عليك، ولا يدير لك بال ولا يحترمك. بس انت من تنتخب، لان انت من تنتخب شخص مقتنع به جاي يمثل هاي المحافظه، يمثل هاي العجوز، يمثل هذا الشايب، يمثل هذا الشاب، يمثل اختك هاي رايحه على الجامعه، ابنك هذا الصغير رايح على 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 الروضه او المدرسه اللي انت تعبان عليه، تتكبره وتوصله مرحله تشطب صوتك لهذا الفاسد. نحن اهل محافظه نينوى وتعلموا درس، سعد بن ناصر تعلموا درس، درس ما ينسوا ابد. ب 2014 من نبعنا بالليل، ودائما تقوله اني ب 2014 من نبعنا قاعدين بالليل، نحن العلم العراقي مرفوع وقعدنا علم داعش مرفوع، هذا بيع، بيع صفقه سياسيه مع صفقة سياسية، وكنا نحن ضحية، قتلنا، شردنا، طلعنا، رحنا، كلنا تأذينا، أنت القاعد سعد ناصر تأذيت بمالك ببيتك، اللي تأذب شهيد، أنا أخويا راح شهيد، والأخ راح تأذب بيته، وبيوتنا راحت ونحن عمرناها. ترى التعويضات هسه بمحافظة نينوى والتعويضات خجولة جدا. يعني المنطقة القديمة أنا دائما أتكلم، لأن أنا ابن المنطقة القديمة. المنطقة القديمة معاناة، اللي 30 مليون يطلع لبغداد، كنذلوك والله العظيم ده حق، تروح هسه على صلاح الدين وتروح على محافظه الانبار وتروح على المحافظات الاخرى، اكو حقوقهم جالبيها. نحن خطيه معاناه كثير يوميه تصلون بيها، اعطيني بالله مدى واسع بهذا السؤال. 30 مليون يطلع على بغداد وتنام، تنام ببغداد، تنام حرامي ده حيدي لك بال. والله نايمه ببغداد، اللي عنده سياسي اللي عنده نائب يجيبه.
واللي بيته دحق عليه، هاي المنطقة القديمة دحق عليها ديك هي، يريد يبني بيته وعنده سند وطابه باسمه، والله ما تبني وماله حدوده، والله ما اقدر ابني. جت منظمات 30 متر 40 متر استاذ عبد الناصر، جت منظمات قبل ايام يريدون يبنون البيوت، والله ماكو ما يصير يبني. الناس طقت استاذ عبد الناصر، والله خبني قبل كم يوم واحد يبكي يقول لي قاعد يجارني، طقيت كافي طقيت هاي 7 سنين ما يخلي يبني، لا ينطوا تعويض، حتى لو اكو تعويض مثلا بيته ب 100 مليون ينطوا 10 مليون او 20 مليون كافي، حتى المرحله عبرناها اللي نعبرها كافي. فمجلس المحافظه اذا ما عندنا ناس محروقه قلبها وتداعي بحقوق اهلها، حرام ما ترجع الحقوق كلها. طيب تطور الوعي لدى الناخب برايك بعد هذه الانتخابات اكثر من دوره انتخابيه، ويعني كان الناخب يعني يتعاطف مع فلان فلان اقارب قرايب عشيره صديق، اليوم الوعي اختلف برايك تشوف؟ والله ده حق الجنب العشائريه صبغه بقت هسه خارج مدينه الموصل موجود الجنب العشائري، بس يشوف اكثر يعني من مرشح في عشيره واحده يعني هو هذا من الكتل السياسيه، الكتل السياسيه الاخرى تيجي تشتت الاصوات حتى لا يفوز سين او صاد، ينزلون من نفس العشيره، بس لازم يوعون العشيره، يوعون ان لا تشتت اصوات. وما دائما اقول لهم اياه، دائما اقول لهم اياه، عوف عمار كثير عشائرنا الاصيله في محافظه نيو كل العشائر بركه وعلى الراس، لا تشتتون اصواتكم، روح على شخص واحد حتى لا تتشتتون. ولكن داخل قضاء الموصل لا، هنا صعبين، اكو مناطق داخل مدينة الموصل تختلف القرى والاقضية والنواحي طبعا طبعا، هنا جنب عشائرية بحتة، هنا جنب مدنية، هنا إذا مع العلم استاذ عمار اذا سمحت يعني اكو بيوتات زعامات البيوتات عريقة بالموصل، يعني هذول المفروض تكون دورهم مؤثر، يعني يأثرون بهذه العوائل الكريمة الموصلية، يعني انه يجب ان يتفاعلوا مع هذه الانتخابات، يختارون الشخصيات اللي يشعرون انه تقدم شيء. والله افرحك داخل مدينه الموصل وقضاء الموصل ان شاء الله، لا تضحك على عدد المرشحين، اهل المحافظه نينوى، اهل المحافظه ومدينه الموصل خاصه عيونهم على 2 3، خذ كلام مني ونلتقي بعد الانتخابات عيونهم على، ليش؟ لان ضحكوا ما تفيد هاي بعد، ما تفيد، يجب ان يكون هناك ممثلين حقيقيين يعرفون تاريخهم واصلهم وفصلهم وبيتهم وبيتهم، تعرف شنو بيتهم؟ بيتهم شنو انت تاريخ ابوك، اهلك، عشيرتك. ولا تنسى هسا احنا من رشحنا ترى كثير عشائر هسه رشحت ما حظوا منهم، بس اني خليني احكيها بكل صراحه، عشيرتي وبيوتات الموصل والعشائر الاخرى اكثر من 20 عشيره هسه معايا، ما شاء الله اكثر من 100 بيت من داخل مدينه الموصل، بيوت كامله عريقه هم معانا، والاصوات وصندوق الانتخاب هو الفاصل بينهم. مضمونه تقصد يعني؟ مضمونه طبعا. طيب يعني اي مرشح في لمجلس المحافظه القادم كيف يقنع الناس انه هو الممثل الصحيح، خير ممثل لاهله في هذه الانتخابات، كيف يقنعهم مع تزايد عدد المرشحين؟ ببرنامجه. ببرنامجه ما الانتخابي اللي برنامج تحالف، تشعر انه اكو المرشحين اكو برامج انتخابيه له؟ لا 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 بالعكس، هسه اكثر المرشحين قاعدين يعني انا انقهر كثير، يعني كثير انقهر، قاعدين فقط يطلعون عيوب الاخر بس. زين شنو ضروره وجود برنامج انتخابي لاي مرشح؟ ضروره قصوى. ليش؟ يعني انت هسه عندك حمله انتخابيه، ليش سموها حمله انتخابيه؟ حمله انتخابيه تجلس مع الشباب، مع الناس، مع الجمهور، تقنعهم انت حملتك انتخابيه شنو؟ هاي طلعت قبل ايام تكلمت، لازم تلامس همهم طبعا. تكلمت على كثير شرائح مهمشه بالمجتمع. تكلمت على المعاناه بدوائر الدوله يجب ان نقضي عليها، على الروتين ماله بشكل عام حتى لا، هذا مع غير الرياضيه طبعا. تكلمت على يجب ان ترجع المنشات الرياضيه، يرجع عن حقوق الرياضيين، حقوق الشريحه هاي الكبيره المدمره. حكينا على الاجور اليوميه، حكينا على 7 اللي ما تعينوا الاوائل، تكلمنا على معاناة التعويضات. عندك رواد قدموا للعراق الكثير، ما هذا هذول مرضى بحاجة إلى عناية. نحن من ضمن برنامجنا الرياضي العام أنا تكلمتوه وأنا يوميا بصفحتي أقوله، ما عدا أنت عندك تكلمنا على عندك الرواد حكيت عليهم من ضمن برنامجي، ولكن أنا أحكيك إياه بشكل مختصر اليوم بالقناة الموصلية ما عندنا وقت مفتوح. أنت سألتني على برنامج الانتخاب، برنامج الانتخاب يجب أن يكون صادق
ما مزيف من الواقع. يعني كثير ناس جو تكلموا ودعموا ودسوي بعد الانتخابات كلها تلاشت وراحت. برنامجك يجب أن يكون حقيقي ويلامس المواطن. نعم. يعني هسه هاي الامرأة اللي عشاهدنا بالبيت أو الشايب أو الشاب أو الشابة هاي مدحك على عمار ثامر يتكلم، تريد عمار هاي الأقوال أفعال تصير بعد الانتخابات. أنا حاسبك بعد الانتخابات طبعا حتى نعم. الجمهور ثابت عندك. نعم. فليش أي جمهوري ثابت أستاذ عبد الناصر؟ جمهوري ثابت لأن أني كل اللي تكلمتوه واللي تكلمتوه بالحلقات الأخرى لامستوه وعايشوا بالشارع. زين الناس المصر. الناس اليوم يعني من خلال متابعتك جولاتك لقاءاتك بالناس تبحث عن البرنامج الانتخابي الواضح، لو البعض يبحث عن مثلا عين ابني بلط لي هذا الشارع، أريد مواد غذائية، هاي بطاقتي أبيعها. يعني والله تنقهر تنقهر لا. كثير يعني أكو تباين يعني؟ لا تنقهر يعني كثير يخبرك يقول لك جيب سلة حتى ينتخبك أو 50,000، وأنا قهر من هذه المعاناة. بدنا نرجع لين على المربع الأول. ولكن أنا أقول لك 70%، ما أقول لك 90 حتى أكون أمين معك. 70% يريدون صوت حقيقي. يريدون أسأكوا أكثر من 60% بالموصل 60%. لأن تعرف أنت الانتخابات على طول 20% ما عبرناها إحنا أبد ولا عبرناها. أكو 40% أقول لك على مجلس المحافظة هسه، ولكن هسه 60% ترى لحد لما ما مقتنعين بأي شخص. فأنا أوجه لهم يعني من منبر الموصلية، أنت 60 ترى إذا قعدت تخلي دور للناس المسيئين يمثلوك حرامات. أنطي دور العمار، أنطي دور أي واحد مثلا يشوفه من داخل محافظتك ومدينتك له مقبولية، حتى يكون صوتك أمانة، حتى نغير واقع الحال، حتى نجيب ممثلين حقيقيين يدعون حقوق أهلنا. لا تقول لي ما نغير، لا نغير إخوان، والله نغير. نقدر نغير إذا أنت ما تطلع تنتخب، تنتخب عمار أو تنتخب سين أو صاد، شوفوا هذا اللي هو تاريخ اللي هو إرث أهله معروفين، حتى نغير واقع هاي المحافظة وهاي المدينة. أستاذنك بفاصل بعدها نكمل الحوار. شاهد الكرام فاصل قصير ثم نعود. شاهد الكرام أهلا بكم من جديد. أستاذ عمار رحب بك مرة أخرى في الطريق والمجلس. أستاذ عمار برأيك اليوم الشارع المواطنين وبحاجة إلى مزيد من الوعي التثقيف خاصة يعني فئة الشباب، يعني خلينا نقول الرياضيين طلبة الجامعات الإعداديات، مو بحاجة إلى تثقيف وعي حتى يعرف قيمة هذه الانتخابات وقيمة من ينتخب. سابقا أكثر الشباب ما كان عندهم نية أصلاً يروحون على الانتخابات، ولكن من خلال تحديث بطاقة الناخب هسه هناك إقبال غير طبيعي من قبل الشباب. شو نعرف نحن؟ تعرف إحنا نتجول وكان عندنا علاقات مع المفوضين، يعني يبلغونا يقولون ترى أكثر المحدثين هم من الشباب، يعني أكو وعي. ولكن أنا يعني لازم أشيد بدور مدراء المدارس، المدرسين، المعلمين، الأساتذة، لازم ينبهون الطلاب. يعني تعرف العلماء رب الأسرة لا تنسى. طبعا العلماء سماع يخلون قصور بالخطب، يوعون الناس على الذهاب للانتخابات. رب الأسرة مثل ما أسلفت يجب أن يكون لديه وجود بهذه المسألة. لماذا؟ لأن أنت ما يصير أنت محافظة نية ومدينة المسلم قبل تمثيل. ترى مجلس المحافظة مهم، أكثر الناس يكون حلقة زائدة. صح قبل كان حلقة زائدة، ولكن هسه كل حقوقنا وكل امورنا اليوميه مشاريعنا. يعني هسه انت قبل شويه من سالتني قلت لي هناك كثير يقول لك بلط لنا شارع، اعمل لنا كذا. كل المشاريع ترى تجي من مجلس المحافظه. انت اسكو قرى ترى وارياف في محافظه نينوى، لان البيها مسؤول، البيها نائب، شوف لي ديوان تبلط، واللي ومناطقك وقيروان وغيره ناجدوني خطيه يقولون والله ما عندنا مسؤول، يقولون مي ما عندنا حلو، مي ما عندنا حلو. يعني شنو معناته؟ يعني اي منطقه بيها مسؤول يقدر يدعي بحقوق اهلك. يعني اكثر الناس هسه في محافظه نينوى اعتقد وخاصه الشباب الجامعه، انا احثهم اهلي واخوتي الطلاب في جامعه الموصل بالاعداديات يجب ان تذهبوا للانتخابات وتدلون صوتكم. لماذا؟ لان انتم خلوا بالكم شغله واحده، انتم مستقبلكم غدا من تكبرون تتخرجون. ترى هاي المحافظه ما بيها تمثيل حقيقي
ترى حقوقنا كلها رايحة. نعم. وشفتوا صار بينا بالسنوات السابقة. نعم. فنحن إن شاء الله أكو عزيمة وأكو إصرار من قبل الشباب للذهاب للانتخابات إن شاء الله. تعرف يعني هذه لازم يكون عند الناخب عند المواطن الكريم أنه يشعر بأهمية صوته احتمال يعني من خلال انتخابه لشخصيات وطنية مؤثرة أمينة مخلصة يغير وجه المدينة وجه المحافظة يعني يكون لك صوت في بغداد من يشوفك شوف مجلس المحافظة أعضاء مجلس النواب يشوفوه مؤثر وقوي يتعاونون معه ويستحصلون الكثير من الحقوق هذا ما نحتاجه بهذه السنوات القادمة. طبعا أنا أكو سؤال يعني هو نعم. على سؤالك نعم. جواب يعني نعم. مهم جدا نعم. أكثر الناس يقول لك نحن عمار غدا فاز إيش نستفاد نعم. أخوان ما إلا أنت تستفاد نعم. يعني أنت غدا كثير من الأخوان بحياتهم اليومية نعم. عندهم معاناة كثيرة في دوائر الدولة معاناة في دوائر أمنية يعني أبسط شيء قبل فترة إحنا سجلوا عندنا بالتسفيرات جماعة ما حد يقدرون يوصلوهم نعم. بعلاقاتنا الطيبة بعلاقاتنا مع المؤسسات بعلاقاتنا مع الدوائر نعم. نقدر نصلهم. أنت من غدا تختار عمار تام ومرشح في مجلس المحافظة ما عدا الأمور التشريعية ما عدا حقوقك ما عدا الأمور الأخرى أنت عندك غدا شخص تقدر تصله في أي لحظة بابه مفتوح بابه مفتوح نعم. أنت كثير من المسؤولين فازوا سدوا أبوابهم هذا ما تقدر تصلوا وين تصلوا عمار ما تصلوا تصلي ابن عمه تصل هاي المنطقة القديمة ما شاء الله قرابتنا كلها بيها تصل الرفاعي تصل المهندسين تصلنا تقدر بلحظة واحدة تدق تليفون تجي علينا بس أنت إذا ما عندك تمثيل حقيقي ما عندك شغل تصلوا أنت شلون غدا أنت تقدر في أي مؤسسة حكومية تجيب حقوقك يعني أسأل هنا بحياتنا اليومية سأل عبد الناصر عندك بتماس مع المواطن قبل أيام جاني شخص من خارج العراق دي يستلم البطاقة الموحدة بالأيمن قال لي ما قدرت أستلمها يجوز عمار بعلاقاته الشخصية قدر يستلمها أنت غدا هناك تغيير كامل في دوائر الدولة خلي بالك شغلة أنت غدا مؤسسات الدولة هناك مدراء صار لهم سنوات ما حد يقدر يغيرهم وما حد يقدر يحاسبهم عملوا امبراطوريات وقعدوا بس أنت بمجلس المحافظة غدا أي شخص يسيء بالمال العام تقدر تحاسبه داخل مجلس المحافظة وما حد يقدر يشتريك او يقدر يبيع ويشتري بيك لان يعني انت سعى عمار ثامر كل الناس يعرفوه ما دي يجون ياثرون على عمار تبى ما يتابع الى كتله سياسيه او تحالف نعم. بس لا تصدق هذا التحالف دي يصير مع واحد مسيء نعم. او يقول لك يصير مع هذا الفاسد او نعم. كذا من حزبك هو ابد لا تصدق ابد ما يصير عندي خاصه عند عمار نعم. غدا حتى لو شخص بحزبك يسيء كلتنا نحاسبه احنا. طيب اللقاءات مع الناس من قبل المرشحين يعني هذه الجولات الكتل السياسيه ممكن تشكل مشاركة فاعلة بالانتخابات تدعم المواطن الكريم وتأثر بالمناخ السياسي الاجتماعي حتى يعني تساعد المواطن أنه يتفهم ما يريده المرشح ما تريده هذه الكتلة من خير لهذه المحافظة تشوف هذه الزيارات الجولات اللقاءات مؤثرة طبعا مؤثرة نعم لسه أنا ما أقعد بالمكتب أبدا لا. أبدا مكتب يمكن أقعد بالسبوع يوم واحد لا. فقط تلقيني أتجول من يبدأ بداية النهار لوقت متأخر من الليل ليش؟ لأن أنت الجمهور يريد شخص تماس معه يريد شخص قريب يمه نعم. وأنا ما متعود تعرف نحن رياضيين جوالة ما نقدر نقعد نعم. في مكان كي. واحد كي. فأحنا عندنا جمهور واسع داخل وخارج المدينة يمكن أنا غطيت كل الأغذية والنواحي نعم. كل غطيتها نعم. ليش؟ لأن أنت الجمهور مالك من يشوفك تجي قريب يمه تجي على بيته تجي على داره نعم. تجي على مؤسسته يصير تأثير يقول لك حق هذا متواصل معايا وثق بالله فزت نعم. أو ما فزت نبقى على أخلاقنا نبقى على وضعيتنا نبقى نعم. على تواصلنا ليش؟ لأن أنت هاي مدينتنا محافظتنا إن كنا بالمسؤولية أو خارج المسؤولية وأنا رئيس نادي نينا والحمد لله موجود نعم. مكاني معلوم نعم. يعني الناس أكثر ما أخذين عمار رئيس نادي نينا والرياضة فقط لا كثير ناس سيجون علي بشغلة رعاية بشغلة أسعالهم في دوائر الدولة بالأمور الخدمية تلقيني يومية عندي فايلات وافترع الدوائر يا بهاي المعاملة هاي المعاملة هاي المعاملة هسا أنا قاعد يمكن أكون أشوفك كنت فايل بجيبي طلب من الصبح جابوا لي طلب عند كذا لا بروح أتحرك تعرف هاي التحركات هي تجيب لك الجمهور تحبب الناس بيك فأنا أعتقد الجولات الميدانية هي مهمة جداً للمرشح. طيب أيضا ما عدا الجولات لازم المرشح يكون عنده رؤية سياسية مشروع سياسي أي نعم ناضج حتى الناس تقتنع بهذا المشروع وهذه الرؤية
ويقول لك هذا يكون يعني خير ممثل لنا في مجلس المحافظة القادم. يعني ناس تريد هذا أيضا، رؤية سياسية ناضجة، فكر سياسي، مشروع سياسي لخدمة المدينة. والله سؤال جيد جدا. نعم. سؤال بقلبي طبعا. نعم. أنا أستغرب من كثير من الناس يرشحون سين أو صاد وهو ما عنده دراية بالقانون أصلا. يعني ما معقول أجي أريد شخص يمثلني وهو بس من عشيرتي. نعم. أو شخص يمثلني لأن هو قرابتي أو صديقي. أنا إذا هو ما عنده إلمام أصلا بالقانون أو عنده إلمام بالمحاور أو عنده إلمام برؤيته يعني بهذه المحافظة، شلون أنا رشحه؟ يعني أنا مع الأسف كثير أسا صارت يعني مع احترامي كل العشائر الأصيلة، صار شيخ العشيرة أي شيخ يجي يرشح في مجلس المحافظة كلهم يشوفهم خير وبركة وعرس. ولكن إخوان يعني دائما أتكلم أقول الشيخ مكانه بالديوان. الشيخ أكبر من المسؤول، أكبر من عضو مجلس النواب، أكبر من عضو مجلس المحافظة. الشيخ المحافظة يحتاج له شخص مشرع، شخص عنده إلمام بالقانون بجلب حقوق هذه حقوق هذه المحافظة وحقوق هذه المدينة. أنت غدا عندك أحفاد، عندك أولاد، عندك ناس تريد تجيب حقوقها، انت ما تجيبها بديوان وتقعد. يا اخوان هسه المحافظه يجب ان يكون هناك وعي من قبل الشارع. لا تقول لي هذا شيخي وتقول لي هذا قرابتي وهذا ابن عمي وهذا، قل لي شنو هو برنامجه، شنو تاريخه، شنو اصله، شنو فصله، شنو معطياته، شنو قدم للبلد للمحافظه. هاي دائما اقولها وارجع عيدها، الصوت امانه اخوان. وهاي اخي انا اشوفه يعني شلون انتخابات مصيريه. الناس مخلتها على المحك. نعم. لان وعدها رغبه، عدها رغبه. نعم. ترى هاي الانتخابات الناس عندها رغبه بالذهاب للانتخابات. بس بالمقابل استاذ عمار اكو ناس لحد الان تشوفها بالشارع يقول لك والله ما راح الانتخاب. ليش؟ انا محبط، انا يائس، يعني علاش اروح اتعب نفسي؟ نعم. فلان يصعد هو يستفيد يركب سياره وخدم وحشم. نعم. يصير عضو. يابا انت المفروض تتفاعل، انت قدم واختار الشخصية اللي تشوفها مناسبة تخدم هذا البلد من خلال سيرته الذاتية، من خلال عمله ومنجزه، وبعدين إذا استطاع أن يقدم لك شيء أنت المهم شارك وتعاون. وهذا الإحباط شيله والياس، لكن بعض الناس لا زال الإحباط وما جابوا فراغ. الناس حقها. أنا ما لوم الناس. نعم. أبد لا تقول لي. نعم. أنا ما أعمل لك هي خضرة كلها أكو ناس مزعانة. اكو ناس حقوقها راحت، اكو ناس دحقت عليها قعدت هاي من 2003 لحد الان. نعم. دحقوا فقط شعارات، هم حق الناس. نعم. يعني ما لومه. نعم. ولكن نحن اذا نقعد وما نشارك. نعم. وما نغير كل شيء ما سوينا. نعم. دائما اقول اكو 70% هي عندها عزوف عن الانتخابات. نعم. ولكن هاي 70% او اكثر يجب ان تغير، يجب ان تذهب. نعم. لان انت اذا ما عندك كل احد يكون ممثلك في مجلس المحافظة كل شيء ما قدرت تعمل. طيب المرشح اليوم يدرك أهمية العمل السياسي الخدمي؟ يعني عندما يصل إلى مجلس المحافظة يدرك هذا؟ لازم يكون عنده أيضا رؤية لما بعد الانتخابات. طبعا هذا بتعتمد على الناخب. الناخب إذا يدي يرشحهم أو يفوزهم ناس هم حقيقيين عندهم إمام وعندهم عندهم عندهم تاريخ مشرف يقدر يداعي بحقوق اهله. هاي تعتمد، انا اقول لك على الناخب ما تعتمد على. نعم. على المرشح. المرشح احتمال غدا يصعد شخص. نعم. لان قبيلته او عشيرته في مكان معين محصور يصعدوه. نعم. وقعد 4 سنين بس خدم هاي المنطقه. نعم. وبعدين لا اخوان، هسه انا اعتقد الشخص اللي يصعد يجب ان يكون عنده المام، يجب ان يكون عنده وعي، يجب ان يكون عنده اهم نقطه هي ثقافته اللي يمثلها بهاي المحافظه. تعرف هاي المحافظه لها تاريخ، لها ثقل. هاي المحافظه قبل 2003 كان العلماء والضباط والاطباء. نعم. والتاريخ كله من عنده ان شاء الله. انطفت مع الاسف، ولكن ترجع. احنا الموصل دائما نقول محافظه تمرض بس ما تموت، ابد ما تموت. إن شاء الله. ما دام بها قامات، ما دام بها ناس اكفاء. ترى كثير ناس هسه يسمعوني ما عندهم قيه يروحون للانتخابات، بس انا اوجه لهم هذا السؤال. انت قعدت لا تضحك على نفسك، ضحك على حفيدك، ضحك على ابنك، ضحك على قرابتك، ضحك على حقوق الناس. يجب ان تذهب حتى تغير واقع الحال. يجوز عمار ثامر بذره، يجوز عمار ثامر بذره تزرعها بمجلس المحافظه
تمشي وتمشي، وإن شاء الله بالانتخابات الأخرى نقدر نصير قوة مدوية نجيب حقوق أهل. طيب أبرز التحديات اللي راح تواجه مجلس المحافظة القادم برأيك، يستطيع المجلس إذا استطاع الناخب اختيار شخصيات مؤثرة ممكن يعني يغير شيء بواقع المحافظة؟ أنت لا ننسى ترى هي محاصصة. نعم هي محاصصة. نعم احنا شئنا وبينا هي محاصصة. نعم. بس أنت إذا الكتل الأخرى الكبيرة قدرت تتحالف مع الكتر مثل على طول مثل التقدم. نعم. تحالفه مع الأخوة الأكراد. نعم. يمكن مع كتل أخرى سنية. نعم. ويشرون قوة مدوية، لا تختلف الأمور إن شاء الله. بس أعتقد أني مجلس المحافظة القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف يكون مجلس إذا الناخب قدر أن أحسن الاختيار، أحسن الاختيار إن شاء الله نقول مجلس نتأمل به الخير. طيب الطريق إلى المجلس في ظل وجود 20 كتلة أو حزب 628 مرشح راح يكون الطريق سهل أم صعب؟ كيف ترى هذا؟ أنا أشوف لك هي مثل الماراثون، الماراثون أول ما يبدأ أشوف ألف واحد بالماراثون، آخر شيء يبقون 10 3 1. نعم. فنحن إن شاء الله من ضمن العشرة الأوائل بالمحافظة إن شاء الله. طيب بكلمة أخيرة، رسالتك إلى أهلك في محافظة نينوى وعموما إلى شريحة الرياضيين اللي يعانون الكثير وبحاجة إلى من يقف وقفة مشرفة من أجل إعادة هذه المنشآت الرياضية وإعادة الرياضة وهيبة الرياضة الموصلية إلى يعني منصات التتويج. طبعا أنا أتمنى وشي السلامة والأمان والازدهار لمحافظتي ومدينتي، لأن هذه المحافظة والمدينة عزيزة علينا وعلى قلوبنا. صعدنا ما صعدنا نبقى نحن نقاتل ونبقى نصدى علينا نسوي، نبقى ندافع وما نتغير أبدا منصب أو غير منصب. بس يجب على أهالي محافظة نينوى ومدينة الموصل أن يحسنوا الاختيار، لأن أنتوا دائما أنا أتكلم الانتخابات راحت جمهوري ما عافني أبدا وسندني بانتخابين سندني، وأني بهاي الانتخابات أوجه رسالة لكل جمهوري في محافظة نينوى. عمار ثامر يبقى ابن مدينة الموصل ويبقى ابن هذه المحافظة اللي أبد ما ينبع ويشترى أبدا، وهذا قسم أني دائما أقوله بالإعلام وبغير الإعلام، هي أمانة ثقيلة. والله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول إن العهد كان مسؤولا، فهذا عهد بيني وبينكم. عمار يبقى ابن هذه المحافظة المدينة، وتبقى هذه المدينة بأهله وبناسه وبأرضه وبسماءه بعاتقنا وأبد ما أخونا إن شاء الله. بارك الله بكم على هذا اللقاء الجميل، ونبقى نحن على أحد مع محافظتنا ومدينتنا إن شاء الله. الأستاذ عمار ثامر المشهداني مرشح عن تعالف تقدم انتخابات مجلس محافظتنا، وشكرا جزيلا على حضورك، وأسأل الله التوفيق لك ولكل مرشحين معاوضتنا من أجل اختيار شخصيات مؤثرة أمينة نزيهة صادقة حتى تكون خير ممثلة لها في هذا المجلس القادم إن شاء الله، ويتغير وجه المدينة نحو الأفضل إن شاء الله. شكرا جزيلا بارك الله بك، نلتقيك على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا بارك الله بك. شاهد الكرام حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من برنامج الطريق إلى المجلس، تقبلوا تحياتي وتحيات زملائي في كادر العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.